وتقديرا وعرفانا لمواقف سمو رئيس الوزراء الموقرة الإنسانية والتنموية، وإقرارا بإسهامات سموه في دعم القضايا العربية والإسلامية ودعمه اللامحدود للشعب الفلسطيني، فقد منحت جامعة القدس المفتوحة سموه الدكتوراه الفخرية بحقوقها وامتيازاتها، حيث تسلمها سموه من فخامة الرئيس الفلسطيني بحضور السيد عدنان سمارة رئيس مجلس أمناء الجامعة. وتوجه سموه بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة والهيئة الأكاديمية، مشيدا سموه بما تمثله جامعة القدس المفتوحة من قيمة علمية وأكاديمية عالية في المجتمع الفلسطيني، انطلاقا من رسالتها ورؤيتها لتحقيق الريادة والتميز والإبداع في مجالات التعليم الجامعي المفتوح وخدمة المجتمع والبحث العلمي. وجدد سموه تأكيده على الموقف الثابت لمملكة البحرين في دعم ومساندة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته والعيش بسلام وأمان، داعيا سموه إلى أهمية تطوير وتنسيق المواقف العربية وتعزيز العمل العربي المشترك في المحافل الدولية لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة القدس المفتوحة استنادا إلى قرار مجلس الأمناء رقم 7/13/2014/2018 في جلسته رقم 13/2014/2018 بتاريخ 29/10/2016 ووفقا للوائح والصلاحيات المخولة له، فقد قرر المجلس منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين درجة الدكتوراه الفخرية بحقوقها وامتيازاتها كافة، تقديرا لمواقفه الإنسانية والتنموية وإقرارا بإسهاماته تجاه أمته العربية والإسلامية ودعمه للشعب الفلسطيني ورعايته للجامعة. تفضل. شكرا. شكرا أشكركم يا فخامة الرئيس، ويشرفني أن أقبل هذه الشهادة الدكتوراه الفخرية من هذه الجامعة العتيدة، وأتمنى لكم جميعا التوفيق في عملكم، والله يوفقنا جميعا إن شاء الله نجد أمتنا. وشكرا. شاكر لكم ومقدر لكم هذا التكريم، وهو تكريم الحقيقة لشعب البحرين وللبحرين. أتمنى لكم دائما إن شاء الله التوفيق، وأتمنى أن نراكم دائما في صحة وفي إن شاء الله استمرار هذا العمل لخدمة الأمة العربية والإسلامية. من جانبه أشاد عدنان سمارة رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة بجهود صاحب سموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم ومساندة سموه للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن سموه شخصية لها دورها القيادي البارز في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج للتنمية بمختلف أبعادها. وقال إن منح سموه درجة الدكتوراه الفخرية يعد حدثا تاريخيا في مسيرة الجامعة، معربا عن عظيم الشرف والتقدير أن يقترن منح سموه لهذه الدرجة العلمية الرفيعة من الجامعة مع ما يناله سموه من تقدير عربي ودولي، اعترافا بالمكانة المتميزة لسموه وما يحظى به من تقدير واحترام على المستوى العالمي لدوره التنموي الرائد.